طب ولو يا دكتور، لو في حد مجال عمله يعني بيستلزم التواجد في مكان فيه أصوات عالية، تمام. فيا ترى يعني بقى إيه العلاج في مثل الحالة دي؟ بتوع الطيران، عمال الطيران، لان صوت الطياره وهي نازله وهي طالعه فظيع جدا، لهم اجهزه او واقيات للسمع بتتحط في ودانهم، ولازم وفي مصر هيئه او منظمه للحفاظ على هذا، ولازم اذا ما اتعمل لهم شهاده يشتكم. يعني المصانع الغزل، لان الغزل طلع ان الصوت الات الغزل مدمر للسمع، مصانع الحديد والصلب اللي فيها طرق، المطارات حيث هبوط الطائرات، دول كلهم لازم يطلبوا اجهزه واقيه، هم بتصرفوا لهم اجهزه واقيه للسمع بحيث انه ما ياثرش على السمع. لان سيادتك لازم تعرفي ان السمع نتيجه الصوت العالي، ضعف السمع او ضياعه نتيجه الصوت العالي لا يسترجع. ايه اللي بيسترجع؟ ان ضعف السمع نتيجه ان الطبله تعبانه، العظيمات تعبانه، التهاب في الاذن الوسطى، اللي هي الحاجات السمع التوصيلي. اما عصب السمع فحتى الان ما وجدناش حل انه يسترجع قوته اذا ما ضعف. هو بيضعف بالوقت تدريجيا، سن 70 80 يبدا يضعف زي اي جزء من الجسم، العضلات بتوهن والشعر بيبيض، ان وهن العظم مني وشعر راسه شيبا، والجسم كله بيضعف، فلا بد ان السمع يضعف. ده ما بيبقى نتيجه كبر السن، ما بنزعلش منه. والشاعر العربي القديم قال ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجماني، يعني ضعف سمعي شويه. انما اللي احنا بنزعل منه ان الانسان ياخذ نعمه من ربنا ولا يستخدمها جيد. فنقول للسيدات نمره واحد اصوات العاليه، لا، نمره اثنين الفيتامين الادويه لابد ان تحرص انها تقرا النشره هل فيها ضرر للسمع ولا لا، لان السيده مطالبه بالسمع علشان تسمع صوت اولادها، تسمع صوت ابنها، تسمع الموسيقى. لقينا ان الاعمى قد يصل الى درجه عظيمه من النبوغ والشهره. طه حسين، ابو العلاء المعري، عبد الحميد يونس، انما الاصم لا، ما فيش اصم ممكن ابدا يوصل الى درجه من شهره، لان الصمم حاجز بينه وبين المجتمع، ودائما الاصم يشعر ان هو مظلوم ومغبون، ويبقى انتروفيرت، يبقى مكتئب نفسيا، ويبقى عنده كراهيه للمجتمع، لانه شايف الناس بتتكلم وحاجاته شعر فصل. انما الاعمى بالعكس، الاعمى يعني فقدان البصر لا يعفي من العبقريه. يقول لك بيتهوفن كان اصم، لا، بيتهوفن جاله صمم في سن 40 بعد ما كان خلاص اتقن الموسيقى وضعها في ايده، دراسه الايد خلاص. فلا بد للست ان تحافظ على سماعها علشان تقدر تتواكب مع زميلتها، مع اولادها، مع زوجها في البيت. اذا كان الراجل الشرقي على الاقل مسموح له انه يحط سماعه وما اعتبرش عيب، الستات بيخافوا، بيعجبونه، بيعتبروها عيب، بيعتبروها نقص. يعني من ضمن الحاجات اللي هي في الشرق عندنا، في اشياء تسمح للرجل ولا تسمح للمراه. راجل حاطط سماعه ما نقولوش انت وحش، انما ست تقول له تحط سماعه على ودنها. فاذا لابد ان نحافظ على السمع. طب بالنسبة يا دكتور، يمكن في مشكلة برضو بتواجهنا دايما، خاصة فصل الشتاء لما بيبقى فيه الواحد بيواجه الزكام. الزكام ده يمكن دايما بيبقى مصاحب بضعف في السمع إلى حد ما، فإزاي الواحد ممكن يتعامل معه؟ سيدتي، الأنف هو البوابة الملكية لكل الجسم. إذا الأنف تعب، الصوت يتعب، الصدر يتعب، الحنجرة تتعب. أهم من هذا وذاك، الأنف هو المسيطر على الأذنين. عن طريق الأنف في قناتين اسمهم قناتي استاكلوس، بيوصلوا الهواء إلى الأذن الوسطى. والهواء ده لازم يكون متوازن عشان الطبلة تقف في النص مظبوط. فإذا جه الصوت تلعب الطبلة وتهتز برقة فتنقل الأصوات من العالم الخارجي إلى عصب السمع. إذا حصل زكام أو إنفلونزا أو برد، بتتكتم قناة استاكلوس، يشعر الانسان ان ودنه مكتوم، وهي فعلا مكتومه. اذا استمر قد يؤدي هذا الى التهاب في الاذن الداخليه. الاطفال الصغيرين بالذات تفرقع طبله الودن وتنزل ودنه ميه. الام تقول لك قعد طول الليل يعيط ويصرخ ويهز راسه على المخده، ثم لقينا ودنه نزلت ميه. دي معناها ان الطبله نفسها سخبت او فرقعت نتيجه ضغط السائل داخلها. اذا فسلامه الانف في الشتاء مهم جدا لسلامه السمع. تكرار الزكام قد يؤدي الى
تعب السمع على الوقت الطويل. يبقى احنا بنوجه نصيحة لكل سيدة ان هي اول حاجة طبعا الاهتمام بالانف والابتعاد عن الاصوات العالية طبعا للمحافظة على سمعها وعلى سمع اطفالها وجميع افراد الاسرة. مظبوط يا دكتور؟ تمام يا فندم. احنا بنشكر حضرتك على اللقاء الممتع والشيق ده يا دكتور، وان شاء الله هيبقى لنا عدة لقاءات اخرى باذن الله. شرفني وسعدني. احنا في نهايه اللقاء بنتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور فؤاد احمد البدري، استاذ الطب، استاذ طب الانف والاذن والحنجره بطب الازهر. الف شكر لحضرتك يا دكتور. شكرا. اعزائنا المشاهدين بنشكركم على حسن متابعتكم، على وعد بلقاء متجدد دائما، ولنتفق.